بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. فيديو اليوم عن تناول كوب من مغلي الشعير. طبعا الشعير مشروب منعش وصحي، يتم تحضيره عن طريق غليان حبوب الشعير في الماء حتى يصبح سائل كثيف ودسم غني بالألياف والعناصر الغذائية ومضاد للأكسدة، مما يجعله قويا ممتاز للجهاز الهضمي وعلاجا طبيعيا للإمساك. يعرف ماء الشعير بخصائص التبريد الذي تساعد في تنظيم درجة حرارة الجسم والوقاية من الاضطرابات الناجمة عن الحرارة خلال أشهر الصيف. ماء الشعير متعدد الاستخدامات، يقدم العديد من الفوائد الصحية. من بين هذه الفوائد يعني مقوي للجهاز الهضمي، ينظم عادات الأمعاء ويحسن الهضم، يساعد الاستهلاك المنتظم للمياه الشعيرة لتحسين وتنظيم حركات الأمعاء، يساعد في تقليل درجة حرارة الجسم الأساسية خلال الصيف. طبعا هو يحسن ماء الشعير وظائف الكلى، ويمكن استخدامه لمنع أو علاج التهابات المسالك البولية أو حصوات الكلى أو خصائص المدرة للبول. من خصائصه مدر للبول وتطرد الماء الزائد من نظامنا، مما يوفر ترطيبا ممتازا للجسم. مشروب ممتاز للتخلص من السموم الكبد وتنقية الدم، ويساعد الخصائص المضادة للأكسدة لماء الشعير على محاربة الجذور الحرة في أجسامنا، وبالتالي يمنع الأمراض المختلفة، يساعد في فقدان الوزن ويدير ضغط الدم وإدارة مرض السكري، يعني بيخفض من مرض السكري في الجسم. وأيضا الشعير العادي حتى لو مشربناش منه منقوع الشعير، بناخد الشعير وبنطحنه وبنستعمله كطحين خبز للشعير، خبز الشعير الذي يساعد في امتصاص السكر ويخفض نسبة الكوليسترول في الجسم. هذه هي خصائص وفوائد الماء المغلي للشعير. أتمنى الفيديو ينال إعجابكم، ما تنسوناش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واختيار الكل وترك التعليق أسفل الفيديو والإعجاب بالفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.